ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت منطقة خلاء قرب بلدة تورغ الموجودة ضواحيق الميمة في إقليم الرشيدية مساء يوم الاثنين 9 ماي الجاري إنزالاً لمئات هواة البحث عن شظايا النيازك بعد تواتر أخبار تفيد سقوط نيزك في منطقة تدعى تملالين. وأورد موقع جديد أنفو الإلكتروني نقلا عن مصادر من عين المكان أنه تم العثور على كريات سوداء اللون خفيفة الوزن يعتقد أنها شظايا هذا النيزك أو ما يطلق عليه اسم العربون. ولم ترد تفاصيل أخرى عن توقيت سقوط هذا الجسم القادم من الفضاء ولا نوعيته، غير أنه قبل سنتين شهدت منطقة خلاء قرب قصر تيردا في مجمعة الخنك ضواحي مدينة الرشيدية سقوط نيزك، حيث تباع أجزاء منه بأسعار مرتفعة.